جهاز الأبلايت اللي بيركب بالأرضية هذا بيكون جوا بالأرض ليضيء الواجهات أو بعض المناطق. بعض النصائح المهمة باختياره وتركيبه. زاوية الضوء ممكن تكون صغيرة أو ممكن تكون كبيرة، وهي خاصية من نفس الجهاز، هذا زاويته كبيرة والآخر زاويته صغيرة. هذا اسمه شبك خلية النحل، هنيكوم لوفر، الهدف منه أنه يخلي الجهاز مريح لما مر من جنب الجهاز، فلما نشوف الجهاز بشكل جانبي منشوفه مريح. تركيب الأبلايت بطريقة الصحيحة، منحط العلبة قبل صب الأرضية وبعدين بتركب الجهاز بسهولة، والصيانة حتى مستقبلا بيكون سهل. في نقطة كتير مهمة، استخدام التوصيلات أو الإكسسوارات المناسبة حتى نمنع من دخول الماء للجهاز، والجهاز لازم يكون من درجة حماية IP67 أو 68. هاي بتكون مع الجهاز أو ممكن تتركب لاحقا. العلبة ضرورية قبل الصب، والجهاز لازم يكون ضد الماء وضمانه 5 سنوات على الأقل، ويكون له شبك، واختار زاوية الضوء المناسبة. ونهاية المقطع لا تنسوا الصلاة على النبي.